أبونا بالبداية، يعني طبعا الموضوع اللي اخترناه هو مظبوط مطروح على الرزنامة الآتي المولود في مغارة بيتلحم هو في يوحنا الفصل الأول، ولذلك سوف أقرأ بعض الكلمات حتى نتعرف من خلال هذه الكلمات في الآيات على شخصية المسيح. يقول: في البدء كان الكلمة. والبدء هنا أبونا بالبداية، يعني طبعا الموضوع اللي اخترناه هو مظبوط مطروح على الرزنامة الليتورجية والطقس الغربي. طبعا احنا الطقس الشرقي بيحتفلوا بأعياد الميلاد والأعياد الغطاس والعماد بتواريخ مختلفة، وتساؤلات الناس على اختلاف هذه التواريخ. طبعا بنرجع من عيد نحن نفس الأسباب على اختلاف التواريخ لعيد الفصح وزمن الأربعيني، لكن كمان الأسئلة اللي بتنطرح على المشاهدين والمستمعين، وكثير لما بنحط مثل تهنئة في أعياد الميلاد والغطاس والعماد، والسنة هذه دخلت كل التواريخ في بعضها، يعني إجت السبت وإجت الأحد والناس عم بتصلي بين غطاس وبين العماد وبفترات متقاربة. فجاء السؤال، التسلسل الزمني بهذه الأعياد من وضعه في الكتاب المقدس، وخاصة أن قصة الميلاد مش موجودة بكل الأناجيل الأربعة؟ هنا منذ اللحظة الأولى من تكون الفكر المسيحي بالميلاد قيل لنا إن المسيح يأتي للجميع بما فيهم الفقراء أولا، والكنيسة اليوم كما يقول دوما البابا فرانسيس هي كنيسة الفقراء، كنيسة المهمشين، كنيسة الذين يعيشون على طرف المجتمع، هي كنيسة الكل بما فيها أولا الفقراء. وهي كنيسة الغرباء، كنيسة لكل البشر، ليس لأهل العهد القديم فقط، ولذلك صاروا شركاء في ميراثه في ملكوت السماوات وجسده ودمه، ويعود ذلك للبشارة. ولذلك اللقب الذي أعطي لمار بولس فيما بعد رسول الأمم، من الأمم منهم المجوس وغير المجوس، من يونانيين وعرب وكل البحر المتوسط ورومانيين وأغريق. هذا معنى انفتاح المسيح بمولده في مغارة بيتلحم، انفتح على العالم الفقير، على العالم المهمش، وعلى عالم الغرباء ليكون للجميع. وهذه الزيارة هي تأسيسية لقول المسيح يوما ما: اذهبوا وعمدوا، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. بس هذا التسلسل الزمني أحيانا بيصير في هذا اللغط والخلط مع الناس بسبب التقارب التواريخ مع بعض، يعني إمتى ولد صار بده طيب مجوس، وبعدين صار بده يتعمد كله قريب من حتى بعض. حتى أقرب الفكرة لإلك وللمشاهدين. انت يا تاريخ ميلادك تحكيش السنة حد ما يخوش عمرك. شهر ايلول 7/9. مناش نحكي السنة، تمام خليها سرية السنة. اوكي. اذا ولدتي في شهر ايلول. نعم. اي يوم؟ 7 ايلول. نعم. واي يوم تزوجتي؟ 7/9. كمان 7/9 عشان ما نخربط. معنى انت بتحتفلي ميلادي في ميلادك وزواجي وزواجك في نفس اليوم. نعم. انت عندك سنة ميلادية واحدة. نعم. كل احداث حياتك بدك تحطيها في هالسنة. نعم. وذلك تظهر كل هاي التواريخ متقاربة. متقاربة. نعم. يعني واحد بيحتفل في عيد ميلاده مثلا في شهر 1. نعم. عيد تخرجه من الجامعة في شهر 4. نعم. خطبته في شهر 5. نعم. زواجه في شهر 9. شهر 9 زي ليك أنت. ولكن هذول تموا بسنوات متفرقة طبعا. متفرقة. بعيدة عن بعض. أنت بدك تجمعيهم بما إنه إحنا بندور في سنة شمسية دورة. نعم. بتبدأ السنة الشمسية بتبدأ في 1/1، بندور 365 يوم وخمس ساعات وتسعة وأربعين دقيقة وكذا ثانية حول الأرض حول الشمس. نعم. فإن بدك تحطي كل أحداث حياتك فبتطلع متقاربة. هلأ أنت يوم ميلادك ويوم زواجك نفس اليوم بس السنوات مختلفة. طبعا. كذلك إحنا بدنا نجمع كل أحداث حياة المسيح بالسنة الشمسية زي ما نجمع أحداث حياتنا. نعم. نحطهم مع بعض فبطلعوا ايش؟ نعم. متقاربات، ولكنهم يعودوا الى سنوات مختلفة. مختلفة. يتجلى نهر الأردن
نعم. حيث توحدت السماء بالأرض وتجلت جوهر إيماننا اللي هو الآب والابن والروح القدس. نعم. فأنا سؤالي لأبونا حنا وشكرا جزيلا على هذا الطرح المستنير اللي قدمت لنا إياه اليوم يعني. وأتمنى أنه أن كل الكنائس إنها تتطرق إلى هذه المفاهيم بدقة. أشرت أنه إلى اعتباد المسيح رسالتنا شرقية وفي نهر الأردن. نعم. أبونا مسؤوليتنا تجاه هذا النهر يعني إحنا بكرة كلنا بدنا نروح نحج على نهر الأردن ونرتل أنتم الذين بالمسيح اعتبدتم. نعم. مسؤولية الكنيسة، مسؤولية الفاتيكان وكل مسيحي مرتبط بنهر الأردن. اللي بوجه تحية برضو كبيرة للدكتور محمد وهيب اللي أكد أنه بوادي الخرار في شرق الأردن. نعم. أبونا هذا النهر يعني هناك من يعمل على تجفيف منابعه والكل يعلم هذا الحقيقة. بعد أن أدرج ب 2015 أعتقد على التراث العالمي، ما هي مسؤوليتنا للحفاظ على هذا التراث أن يصل إلى عالميته كما يجب؟ وهذا يعتبر شريان السياحة للأردن وشريان الإيمان لكل مؤمن. وهذا النهر هو كالقصبة الهواء في صدر الإنسان. نعم. كالمجرى الذي واحد بين الرئتين الأردنية. نعم. والفلسطينية. نعم. ويجمع رئتي الأردنية والفلسطينية. نعم. وهذا النهر مظلوم لأنه تم عليه الاحتلال. نعم. ونسأل الله أن يكون هذا النهر من جديد نهر نعمة ونهر سلام ونهر شفاء. وكم نحن بحاجة إلى شفاء مياه الأردن. بالنسبة للظهور. نعم. حتى أكرر فكرة الظهور إليك. الظهور. نعم. معناه الإشهار. نعم. والكلمة الإغريقية القديمة المسيحية إيبيفانية التي تجمع عدة أحداث. نعم. وحتى أقرب معنى الظهور لإليك بتعطيك مثل بسيط واقعي. نعم. من حياتنا اليومية. عندما يولد طفل لعائلة أب أم جاهم ولد ولا بنت. هذا الأمر هو أمر خاص بخص الأب والأم وهالطفل. بعد ما يولد الطفل يتم الإعلام، التخبير، الإعلام، الإشهار، بتخبروا عماته وخالاته وإخواله وإعمامه وجدوده وقرايبه وأب الولد وأم الولد في مكان إذا بيشتغلوا في العمل بيقولوا إحنا جانا ولد أو جتنا بنت، بيباركوا لهم يجيبوا لهم الهدايا، بيجيبوا زور الطفل. نفس الشيء تم مع يسوع. نعم. لما ولد يسوع في بيت لحم. نعم. هذا أمر تم بين العذراء ومريوسف. وأول إبلاغ عنه، أول إشهار إله، أول إظهار إله، أول إيبافانية إله هي الملائكة. الملائكة لما بشرت الرعاة. نعم. ثاني تبليغ. نعم. هو المجوس. نعم. لما أتوا وزاروا المسيح. نعم. فظهر المسيح أمام الأمم ممثلة بالوثنيين. نعم. المجوس. إيه؟ نعم. وهنا تبليغ ميلاد المسيح لم يتم للملوك الحاكمين في القدس أو في نواحي القدس أو في البلاد المجاورة، تم للمجوس العاملين هم الوثنيين العاملين بالفلك. نعم. وتم للفقراء. نعم. ولذلك كلمة إيبفانية تطلق على هاي المرحلة.